تخيل انك بتصحى يوم اجازتك الصبح ويجي لك مكالمة تليفون وحد طلبك في شغل انت والتيم بتاعك، وبعد رفض منك واصرار منه وبتضطر انك توافق وفعلا بتجمع التيم وتروح وتبدأ شغل عند اللي طلبك، وفي عز ما انت شغال بتفاجأ ان اللي انت شغال عندهم مش بشر، اللي انت شغال عندهم مجموعة من الجن. هتتصرف ازاي ورد فعلك هيكون ايه؟ لو عايز تعرف بطلة حدوتة النهاردة اتصرفت ازاي لما اتحطت في الموقف ده، تابع الحدوتة للآخر. بس ما تنساش لو بتشوفني من على الفيسبوك اللايك والشير، والسبسكرايب لو بتشوفني من على اليوتيوب. انا محمد هاشم ودي للحدوتة معنا، يلا بينا نبدأ الحلقة. حدوتة النهاردة هي حدوتة واقعية حصلت أحداثها في دولة الكويت سنة 1997، لكن بدأت أحداثها من فترة الثمانينات لما بدأت دولة الكويت تعرف فنانة شعبية لقبت بلقب الطقاقة نورة، ولقب الطقاقة بيلقب به أي فنان بيستخدم الطبلة أو الدف في حفلاته بيلقب بلقب الطقاق أو الطقاقة. بدأت تتعرف الطقاقة نورة وتتشهر لدرجة ان تعدت شهرتها دولة الكويت، وبدأت تتعرف في دول الخليج كلها، وبدأت تطلب من الاثرياء والمشهورين والسياسيين. وفي يوم من الايام وتحديدا سنة 1997 صحت الفنانة نورة على تليفون واحدة بتكلمها في التليفون وبتطلبها الفرح النهاردة. قالت لها الفنانة نورة: بس احنا النهاردة اجازتي انا والفرقة ومقدرش اجمع الفرقة. لكن بعد اصرار الست اللي بتكلمها في التليفون وان النهاردة فرح بنتي وانا وعدت بنتي ان محدش هيحيي فرحها غير الطقاقة نورة والفرقة بتاعتها، وقدمت عروض وضعفت لها اجرها اللي وصل ساعتها 500 دينار كويتي، وكان مبلغ في الفترة دي. وهنا وافقت الطقاقة نورة، وبالفعل سألتها عن العنوان وعن ميعاد الفرح، فقالت لها ام العروسه على مكان العنوان، وقالت لها ان الفرح هيكون الساعه 10. فالطقاقه نوره قالت لها: خلاص انا هكون عندك قبل الفرح بساعه. وقفلت معاها وبدات تجمع في التيم بتاعها، وبالفعل اتحركوا هي والفرقه بتاعتها اللي كانت مكونه من 8 بنات والطقاقه نوره. واول ما وصلوا لمكان الفرح، وكان المكان في قصر مكون من 3 ادوار مزين بزينه فاخره جدا، ولما دخلت الطجاجة نورة والفرقة بتاعتها لقوا ان المعازيم باين عليهم الثراء الفاحش جدا من هيئتهم ومن لبسهم. وبالفعل دخلت الطجاجة نورة والفرقة، وجي واحد سلم عليهم وعرفهم بنفسه انه والد العروسة، وجت ست ضخمة لابسة اسود في اسود وسلمت عليها وقالت لها ان هي والدة العروسة اللي كلمتها في التليفون. الطجاجة نونة طلعت في حوار تلفزيوني بعد الحادثة دي، وقالت ان هي لما سلمت على الست دي حست بان ايديها ناشفة ومش ايد ادمية، وجلدها مش نفس ملمس الجلد البشري، بس هي كدبت نفسها وما خدتش في دماغها. وبالفعل قالت لها الطجاجة نونة ان هي محتاجة اوضة ليها وللفرقة طول فترة الفرح او طول عدد الساعات بتاعت الفرح عشان تغير فيها لبسها هي والفرقة بتاعتها. وبالفعل الست والدة العروسة اخدتها ووريتها اوضتها وقالت لها: دي الاوضة دي تحت امرك انت والفرقة بتاعتك، واي حاجة تحتاجيها قوليلي بس وكل طلباتكم مجابة. بمجرد ما دخلت نورة والفرقة بتاعتها الاوضة وقفلوا الباب، لقوا الباب بيخبط، ففتحت نورة الاوضة لقيت مجموعة من البنات المعزومين في الفرح جايين معجبين جدا بنورة والفرقة بتاعتها، وجايين يسلموا عليهم ويتصوروا معاهم. وبالفعل بعد ما اتصوروا معاهم وسلموا عليهم ومشوا، كان في بنت من الفرقه اسمها شمس، فقالت لنوره والفرقه: انتوا ما لاحظتوش حاجه غريبه في البنات دول؟ فنوره قالت لها: ايه الغريب يا شمس؟ قالت لها: ايديهم ناشفه وملمس جلدهم مش زي الجلد البشري، وريحه نفسهم لما قربوا مننا وحشه، والاوضه بقى فيها درجه حرارتها اترفعت جدا لما البنات دول دخلوا الاوضه. فنور قالت لها: لا انت بس من التوتر، وان النهارده يوم اجازتك وانت ما كنتيش عامله حسابك ومش مهيئه للشغل، الموضوع طبيعي جدا يا شمس ما فيش اي حاجه. وبالفعل دقت الساعه 10 ونزلت نوره والفرقه بتاعتها عشان يبداوا اول فقراتهم في الفرح.
وبمجرد ما بدأوا أول فقراتهم وبدأوا المعازيم يرقصوا بطريقة هستيرية، ونورة بترفع عينيها بتبص على العريس والعروسة ولقت حاجة غريبة جدا، لقت إن العريس والعروسة مش لابسين الزي بتاع العرس أو الزي التقليدي للعرس في دولة الكويت، أو العريس لابس جلباب والعروسة لابسة فستان، بل إن هي لقت إن العريس لابس لبس غريب جدا أشبه باللبس العثماني، وقاعد شبه الصنم، لا بيبص يمين ولا شمال ولا بيبص للعروسة ولا عينه حتى على المعازيم ولا بيبدبش لعينيه، هو عبارة عن صنم ولابس لبس عثماني وقاعد. والعروسة كانت لابسة برضه فستان غريب جدا لونه أسود مرصع بالذهب والألماس، وبرضه نفس قعدة العريس شبه الصنم، لا بتبربش ولا بتبص للعريس ولا بتبتسم ولا باصة للمعازيم، هما صنمين قاعدين جنب بعض. لكن نورة ما خدتش في بالها وبدأت الفرقة بالفقرة بتاعتها اللي استمرت ساعتين، وبعد ما خلصوا الفقرة بتاعتهم وراحوا أوضتهم عشان يغيروا هدومهم، كانت الفنانة نورة بدأت تشعر بالتعب وحبت إن هي تريح شوية على الأقل ربع ساعة، لكن الأوضة وفيها 6 بنات قاعدين بيتكلموا وصوتهم عالي، فهي معرفتش تنام في الأوضة. وطلعت الفنانة نورة من الأوضة عشان تدور على أوضة تقدر أو مكان تقدر تنام فيه، فده طلعت لقاعة الفرح وبصت كده قدامها فلقيت سلم، فراحت ناحية السلم وطلعت للدور التاني. وهنا كانت المفاجأة لنورة لما لقيت الدور التاني مهجور تماما وكله تراب وخشب وإزاز متكسر، والحيطان عليها باب أسود، والأوض كلها متقفلة والأوكر بتاعتها مصدية. وهنا الفنانة نورة خافت جدا بس كانت تعبانة وعايزة تنام، فبدأت حاولت تفتح أول أوضة ما بتفتحش، والتانية ما بتفتحش، والتالتة ما بتفتحش، قعدت تجرب في كل الأوض لحد ما لقت في آخر الطرقة أوضة بابها موارب. وهنا راحت عليها على طول نورة ناحية الأوضة اللي بابها موارب، فلقت برضو إن الأوكرة بتاعتها مصدية، ولقت جوه سرير، وسرير شكله قديم جدا ومتهالك وعليه مرتبة كلها تراب والأرض كلها تراب وإزاز وخشب متكسر. لكن كانت فعلا نورة تعبانة ومحتاجة إن هي تنام، فقالت مش مهم أنا هنام وهريح هنا. وفعلا راحت نورة نامت على السرير، وبمجرد ما فردت جسمها على السرير راحت في نوم. وهنا جالها كابوس، شافت في الحلم واحدة لابسة أسود وضخمة جدا وبتجري وراها في الحلم. قامت نورة مفزوعة من النوم وقامت تجري ناحية باب الأوضة، وهنا برضو كانت مفاجأة تانية لما نورة لقت باب الأوضة اللي هي ما لمستهوش وهي داخلة مقفول. قعدت تحاول تفتحه، وبعد محاولات استمرت ل5 أو 10 دقايق الباب اتفتح معاها. وأول ما اتفتح معاها لقت المفاجأة التالتة في انتظارها، إن الست اللي حلمت بيها في الكابوس واقفة قدامها. وهنا نورة من الخوف والرعب غمضت عينيها، وبمجرد ما فتحت عينيها كانت الست اختفت في لمح البصر. وهنا نورة خدت بعضها وراحت تجري ناحية آخر الطرقة عشان تنزل السلم، لكن فوجئت إنها لقت ولد صغير واقف عند السلم بيضحك لها. فاطمنت نورة شوية وقالت ده أكيد ولد من جاي مع حد من المعازيم، فضحكت له ورايحة ناحيته، لكن الولد جرى على السلم وطلع للدور اللي فوق. وهنا نورة خافت على الولد جدا من اللي هي شافته والست اللي لقيتها واقفة قدام باب الأوضة، فجرت علشان تلحق الولد، لكن لما طلعت للدور التالت لقيته بالظبط بيشبه الدور التاني والبيبان كلها مقفلة. قعدت تدور على الولد وحاولت تفتح البيبان، لكن برضه مفيش بيبان بتفتح. وهنا شافت نورة باب أوضة مفتوح، فراحت نورة ناحية باب الأوضة، وأول ما قربت من الأوضة سمعت صوت ضحك الولد الصغير. راحت بست نورة في الأوضة، لكن للأسف لقيت الأوضة فاضية تماما مفيهاش أي حد ولا أي حاجة. خافت نورة جدا ولفت ظهرها عشان تنزل جري، لكن فوجئت إن حد مسك رجلها وثبتها في الأرض. خافت جدا وما قدرتش تلف إن هي تشوف مين، فقالت وهي خايفة مين؟ فقال لها أنا صديق. قالت له عايز مني إيه؟ قال لها عايزك تغني يا نورة. قالت له أنا خايفة مش قادرة أغني أنا خايفة. قال لها ما تخافيش يا نورة، أنا بحبك، أنا بحب أغانيكي وبحب صوتك، أنا صديق وافي يا نورة، أنا مش هأذيكي وما تخافيش محدش بيموت ناقص عمر.
غني يا نورة، وهي تقول له أنا خايفة، وهو يقول لها غني يا نورة، وبتحاول تتخلص منه وتفك رجلها، لحد ما بالفعل حست إن رجلها اتثابت، وهنا جرت نورة على طول على الأوضة اللي فيها الفرقة. وأول ما وصلت للأوضة اللي فيها الفرقة، لقت البنت اللي معاها في الفرقة اللي اسمها شمس منهارة جدا في العياط. جرت عليها وقالت لها مالك يا شمس؟ قالت لها أنا قلقت عليكي جدا، وطلعت أدور عليكي، وسألت المعازيم في القاعة وقالوا لي إن أنتي طلعتي الدور التاني، فطلعت أدور عليكي في الدور التاني، لكن لقيت الدور التاني مهجور، والحيطان عليها تراب، وعليها رسومات مرعبة جدا، وعليها طلاسم غريبة ورموز غريبة أنا معرفتش أقراها. ولما جيت أنزل من الخوف، لقيت طيف أسود واقف في آخر الطرقة، ومعرفتش أميز أي حاجة من ملامحه غير عينيه شبه القطة ومنورة، ولقيت نفسي بتسحب ناحيته من غير ما أحس، وأنا مش عايز أروح له، لحد ما وصلت له وحسيت بنفسه على وشي، وكانت ريحة نفسه وحشة جدا، وقعد يقول لي غني غني يا شمس. فأنا خفت جدا وغمضت عيني من الخوف، وأول ما فتحتها ما لقيتهوش قدامي، فنزلت جري. قالت لها معلش يا شمس، أنا شفت اللي أصعب من كده، أنا السبب يا شمس، أنا عرفت إحنا في فرح مين، إحنا في فرح مجموعة من الجن، بس إحنا مش هنعرف نخرج من هنا غير لما الفرح يخلص، لازم نخلص الفقرات بتاعتنا ونخرج من هنا. وكانت يا جماعة الفنانة نورة من أعرفها أو من العرف بتاعها في الأفراح إن هي بتقدم 3 فقرات، كل فقرة تقريبا بتستغرق حوالي من ساعة ونص لساعتين، فبما إن فرحنا ده بيبدأ الساعة 10، فكان هينتهي الساعة 4 الفجر، ساعة أذان الفجر. وهنا نورة حاولت تطمن الفرقة بتاعتها، وقالت لهم إحنا لازم نطلع نقدم فقراتنا كاملة. فشمس قالت لها أنت إزاي بتطلبي مني إن أنا أغني وأنا في الحالة دي؟ قالت لها أنا مش عايزاكي تغني يا شمس، اطلعي اقعدي جنبي واعزفي بس وما تغنيش، خلينا نعدي اليوم على خير ونروح بيتنا بسلام. وفعلا طلعوا يقدموا الفقرة التانية، وبدأت الفقرة التانية، وبدأوا يعزفوا، وبدأوا المعازيم يزيدوا بشكل غريب، وبقت أعداد المعازيم في ازدياد، ونورة مش عارفة المعازيم بيجوا منين، وبدأوا يرقصوا، رتم الأغاني يعلى والرقص يزيد بطريقة هستيرية. وهنا كانت المفاجأة لنورة والفرقة بتاعتها، لما البنات وهي بترقص فساتينها اترفعت، ولقوا رجلهم مش رجل بشرية، كانت رجل حيوانات. هنا أغمى على شمس اللي مع نور في الفرقة، فجولها المعازيم وقالوا لها هي مالها؟ قالت لهم مفيش، هي مجهدة وتعبانة، ودلوقتي هنخلص الفقرة بتاعتنا وهناخدوها على الأوضة نغسلوا لها وشها وهتفوق ومفيش حاجة. وفعلا خلصوا الفقرة بتاعتهم وراحوا أوضتهم وفوقوا شمس. وبعد ما فاقت شمس قالت لها شفتي، صدقتيني يا نور، احنا مش في فرح ناس طبيعيين، احنا في فرح جن. قالت لها انا اسفة يا شمس ليكي ولكل الفرقة، بس احنا لازم نخلص فرحنا، لان هم مش هيسمحوا لنا نمشوا، لازم نخلص فرحنا. وهي خلاص الساعة بقت 2، وفاضل ساعة ونص او ساعتين على اذان الفجر، وساعة أذان الفجر هنقدر نخرج من هنا بسلام إن شاء الله. إحنا لازم نطلع دلوقتي نقدم الفقرة الثالثة بتاعتنا. الفرقة قالت لها إزاي يا نورة، أنتِ طالبة مننا نغني في الظروف اللي إحنا فيها دي، إحنا مش عارفين نتلم على أعصابنا. قالت لهم أنا مش عايزة منكم أي حاجة غير إن أنتم تطلعوا معايا، تقعدوا وتحطوا وشكم في الأرض وتعزفوا، وسيبوني أنا هغني. وفعلا طلعوا وبدأوا يعزفوا، ونورة بدأت تغني، وطبعا التوتر اللي كانوا فيه ومش عارفين يتلموا على أعصابهم، لا بقوا عارفين يعزفوا ولا نورة عارفة تغني، وتاه منها كلام الأغاني اللي هي حافظاه عن ظهر قلب. وفعلا بدأوا يغنوا، بدأ الريتم يعلى، وبدأت أعداد المعازيم تزيد بطريقة رهيبة، ونورة مش عارفة هم بيجوا منين، لحد ما نورة لقت مجموعة من المعازيم بدأوا يطلعوا آلات عزف، بس شكلها كان غريب جدا، مش شكل آلات اتشافت مع البشر قبل كده، وكانت الآلات دي عليها طلاسم وعليها تعاويذ وعليها كتابات غريبة جدا. وبدأوا يعزفوا لدرجة ان صوتهم غطى على صوت الفرقة، وصوت العزف والغنى بتاعهم غطى على صوت الفرقة، ومن كتر الهستيريا اللي وصلت لها المعازيم في الرقص والغنى، واحدة من اللي بيعزفوا شدت شعرها ورمته قدام الفرقة، لدرجة ان نورة شكت ان دي باروكة،
لكن لما بصت على الشعر نورة والفرقة بتاعها لقوا الشعر طالع بالجلد وفيه دم، وهنا شمس أغمى عليها للمرة التانية، وبدأت الفرقة يبصوا للمجموعة اللي بتعزف وللمعازيم، وهنا لقوا إن شكلهم بدأ يتغير لشكل مش آدمي، وبدأوا يظهروا على شكلهم الحقيقي. وهنا اتصابت الفرقة بحالة من الذعر، ولكن لحسن حظهم أذان الفجر أذن والكهرباء قطعت والدنيا ظلمت، وساد المكان حالة من الهدوء لدرجة إن الفرقة ما بقتش سامعة أي حاجة حواليهم. وهنا نور قالت للفرقة يلا بينا بسرعة من هنا، وخدت الفرقة نورة وطلعت تجري، وأول ما وصلت بره القصر وعلى أول الطريق لقوا راجل معدي. الراجل أول ما شافهم خاف منهم جدا وقال لهم أنتوا مين وعايزين إيه؟ قالوا له إحنا كنا بنحيي فرح في البيت اللي ورانا دي. فهو بص لهم فعرف نورة، لأن نورة كانت مشهورة جدا في الكويت وفي دول الخليج، وكانت بتحيي أفراح للمشاهير وللأثرياء وللمسؤولين. فأول ما شافها عرفها، قال لها يا نورة أنت كنت بتحيي فرح فين؟ فقالت له في البيت اللي ورانا ده. وبتبص نورة على البيت ولقت القصر فعلا مهجور. وهنا خافت جدا نورة وبدأت تحكي له اللي حصل. فالراجل قال لها إزاي بتحيي فرح هنا والقصر ده مهجور؟ سابه صاحبه اللي كان عايش فيه هو ومراته وولاده من 10 سنين، لأنهم حسوا إن البيت مسكون. وفعلا البيت ده مفيش حد من المدينة دي بيقرب ناحيته، لأننا بنسمع فيه بالليل دايما أصوات غريبة وبيحصل فيه حاجات غريبة، وفعلا البيت ده مسكون ومحدش بيخشه. وهنا نورة خافت جدا وطلبت إن هو يساعدهم، حتى إن هو يطلب لها البوليس. وفعلا جه البوليس، ولما راوت نورة عليه القصة دي البوليس دخل، وكان النهار طلع عليهم. دخل البوليس معاه قوة أمنية، وفعلا لقوا الآلات بتاعة نورة والفرقة بتاعتها، وتأكدوا من صحة الرواية بتاعة الطجاجة نورة. وبعد الحادثة دي يا جماعة الطجاجة نورة هي والفرقة بتاعتها اعتزلوا الفن بطريقة نهائية جدا، وتوجهوا للصلاة وللعبادة، وبطلوا غنى وبطلوا إحياء أفراح، وما بقاش حد يشوفهم ولا حد يعرف عنهم حاجة غير مرة واحدة الطجاجة نورة طلعت بعد الحادثة دي مباشرة في لقاء تلفزيوني في الكويت، وحكت القصة زي ما أنا حكيتها لكم كده. وبعدها محدش يعرف حد عن الطجاجة نورة إلى وقتنا هذا. لو عجبتك الحكاية بتاعت النهاردة وحدوتة النهاردة ما تنساش تكتبلي في التعليقات لو أنت مكان الطقاقة نورة كنت عملت إيه. يا رب تكون حدوتة النهاردة عجبتكم، شرفتوني.